حياتي الفنيه وحياتي العمليه الناس اللي انا بشتغل معاهم. فبالمناسبه انا لاحظت دلوقتي انا ببص على الترتيب وعلى الاغاني وعلى الامنيات يعني، فلقيت مثلا انه في هنا حوالي 10 اغاني او اكتر او مش عارفه لامير طعيمه مثلا اغاني شعر كبير، في اغاني كتير قوي موزعها طارق مدكور زي عن فخري، زي ما بتعلمش، زي انا ساند عليك، اهجات كتير، راحت ليالي، لا مش هو راحت ليالي بس في حاجات تانيه، طارق عاكف الله يرحمه طبعا، الله يرحمه طبعا، ده العزيز الغالي الكبير. يمكن ما اشتغلناش كتير قوي مع بعض زي طارق مذكور، بس طارق عاكف كان حاجة مهمة قوي في حياتنا الموسيقية وفي حياة الوطن العربي كله من الموسيقى يعني. وكمان بقى الأحلى إنه هاني فرحات المايسترو كل وتريات الأغاني دي هو اللي كتبها. ده الحظ الكبير إن يبقى عندك فريق وناس في ظهرك وناس بتشتغل معاك وناس بتنجح معاك وهم العمر كله وهم الوقت كله، وبنكبر وبنتحسن مع بعض وبننجح مع بعض. فأنا بشكرهم النهارده من قلبي واشكر ربنا على حظي الكبير معاك كلهم طبعا. مش هنسى الملحنين، مش هنسى خالد عزي، مش هنسى خالد عزي عن فرح الغايب وحاجات كتير قوي. ناس كتير واساتذه كبار، مصر مليانه. عزيز الشافعي راجل ناجح جدا، عظيم ولحن كبير وشاعر شاطر جدا. فالنهارده يعني انا بس حبيت اقول لكم انه احنا محظوظين وعندنا فنانين كبار كتير، او انا محظوظه انا بشتغل. اتعلمت 8 سنين في كونسرفاتوار، كنت زينة الأستاذ ده وأخدت كتير من المسرح. بس اتخرجت من الموسيقى عربية، وكانت زميلتي في يوم من الأيام وأستاذتي طبعا دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. ورئيس دار الأوبرا الأيام دي دكتور مجدي صابر كان زميلي. وإيه كمان؟ دكتور خالد داير المسؤول عن حاجه كبيره قوي في الاوبرا، انا ناسي اسمها ايه؟ زميلي. فانا بحييهم وبشكرهم لانه في وقت زمان يعني لما كنت طالبه صغيره كانت طلبت مني دكتوره رتيبه حفني، كانت عميده المعهد وكانت رئيس دار الاوبرا في نفس الوقت، اني اغني في فرقه ام كلثوم. وبعد كده لما عملت مهرجان موسيقى عربية اللي بيقام كل سنة في دار الأوبرا طلبت مني أجي أغني دور من الأدوار القديمة يعني الحاجات التراثية، وكنت ببقى يعني سعيدة وفرحانة جدا إن أنا هغني أغنية واحدة على المسرح في دار الأوبرا المصرية. ومرت الأيام وكبرت في وستيكو والأساتذة دول كلهم بقوا بيزقوني بيساعدوني لحد ما أنا النهاردة بعمل حفلة في دار الأوبرا تقريبا حفلتين سنويا، بمتلك المسرح لوحدي وبسعد بتشريف حضرات الجمهور المحترم الكبير. فبرضه دي من الحاجات اللي أنا بعتز بيها إنه أنا بنت دار الأوبرا المصرية وبنت الأساتذة الكبار اللي ساعدوني جدا ووقفوا في ظهري لحد ما وصلت لليوم اللي أنا فيه. ممنونة وشكرا جدا. شكرا.